أهلا وسهلا فيكم مجددا أصدقائنا المشاهدين. طبعا نحن متابعين معكم، تحياتي للجميع، تحياتي لزملائي اللي دايما كمان بيرافقونا، ماي، ميراي، باسكال، وليلو، إلي. عن جد اشتقنا نكون سوا باستديوهات يوم جديد. يا رب هيك هالجائحة تخلص شوي شوي ونرجع كلنا سوا نكون معكم أصدقائنا. محطتنا هلا رح تكون مع كريستينا حموش، اختصاصيه بعلم النفس المدرسي والارشاد التربوي. بدنا نحكي نحن وكريستينا موضوع مهم، هو تعزيز الثقه لدى الاطفال. نحن الكبار اوقات بنحس ما عندنا ثقه بالذات وما عندنا ثقه بالنفس وما عم نعرف نتصرف شو، لكن اذا بدنا نحكي عن الاطفال يلي احيانا بحسوا بانعدام الثقه بالنفس وما بيحاولوا وما بيعود فيهم يتخطوا الازمات يلي هي اوقات بتكون بعيننا صغيره بس بعيونهم كثير كبيره. كريستينا صباح الخير. صباح الخير سحر، صباح الخير كمان لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. أهلا وسهلا فيكي كريستينا. يعني تعزيز الثقة عند الأطفال لتخطي الأزمات والتحلي بالإيجابية، بلشت أنا حديثي أنه نحن الكبار وأوقات ما بيعود عندنا لا إيجابية ولا ثقة بالنفس، شو لكن بالنسبة للأطفال بس ما يعود عندهم الثقة بالنفس وهالأمر أكيد ينسحب على أزمات يمكن هني بيعيشوها نحن ما منشوفها ما منحس فيها وممكن تأثر عليهم مستقبليا. أول شيء خلينا هيك بتعريف صغير، شو يعني الثقة بالنفس لدى الأطفال؟ أول شيء سحر، أنا بدي بلش، بدي أحكي هلأ بلش بالتعريف، بس بدي أذكر بضمن الحلقة بدي أحكي عن التعريف وبدي أحكي كمان بذات الوقت عن الأسباب اللي ممكن تخلي أن الطفل ما يكون عنده ثقة بنفسه، وكمان بدي أحكي عن الطرق أن احنا فينا كأهل بالبيت نتبعها، وأنا محضرة كمان أشياء أكتيفيتي فينا نحن كأهل نطبقها مع أطفالنا. نعم، لكن أول شيء خلينا نعرف شو يعني انعدام الثقة بالنفس عند الأطفال. اوكي، اول شغله الثقه بالنفس هي من اعظم هديه الاهل بيقدروا يقدموها لاطفالهم، هي الثقه بالنفس وتقدير الذات. اكيد المحبه، الحب هو الاساس، ومحبه بتجي بالفطره. الثقه بالنفس عند الاطفال هي قد ايه هو عنده نسبه رضا وقناعه، هيدا الطفل. هلا المفهوم الخاطئ اوقات بيقولوا انه قد ايه نحن قد ايه بننمي له قصص بحياته، اكيد هي بتجي بعدين، بس ياما اوقات الاهل بيحطون اكتيفيتي بيحكون قصص والولد ما بيكون قادر يعمل توافق ويقدر هو يكون عنده تقدير لذاته وقناعه ليقدر يواجه بعدين الامور اللي بعدين الصعبه. يعني اوقات كلمه واحده ممكن تاثر فيه، يعني الثقه بالنفس هي مفهوم قد ايه عنده رضا وقد ايه عنده قناعه. طيب. اكيد مفهوم الرضا والقناعه هي نتيجه نحن قد ايه عززنا له كاهل قصص بحياته. نعم، خلينا هيك دغري نفوت كريستينا نحن وياكي على الاسباب. حضرتك ذكرتي انه نحن قد ايه بنكون عززنا له قصص بحياته للطفل، قد ايه بنكون يمكن ما بعرف هلا اذا بتوافقيني الراي مريحينه نفسيا، ما بعرف هالشيء قد ايه بياثر عليه. شو الاسباب الاخرى المباشره؟ طبعا في اسباب مباشره وفي اسباب غير مباشره، شو الاسباب المباشره اللي بتخلي هالطفل يفقد من الثقه بالذات، من الثقه بالنفس وقد يدخل في ازمات لا تحمد عقباها؟ أول شيء بلش بأول نقطة هي سوء التربية. كيف يعني سوء التربية؟ يعني إحنا كأهل بعرف كل الأهل هلأ عم يقطعوا بفترات ستريس، أوقات بتحس نسبة التعصيب بتزيد عندهم مما بيؤدي لصراخ بالبيت، فكمان الصراخ بيأذي أولاً الطفل، وكمان دايماً لما نحاول إسكاته للطفل وحتى لنحدله من حركته، يعني بس الطفل يقوم بحركات معينة بالمنزل بفكروه إنه هو مشاغب لازم نقاصه، لا، هذا دليل إنه هو الولد عم بيعبر يا عم بيعبر عن استياء يا هيدي طاقة لازم بحاجة هو إنه يظهرها. فأول شيء يعني أول نقطة بس نحن سوء التربية وبس نحن نسكته. يعني احنا ما لازم مثلا نقول له كريستينا خلص كوت انت ما تحكي او ما تفتح تمك او ما بدي اسمع تمك، بنسمعه ولكن اذا كان مثلا ايبر اكتيف او بده يحكي 200 الف فكره بذات الوقت بفرد جمله، هون كيف فينا نتصرف معه؟ نحن هون بهالطريقه لازم نخصص له اوقات، مثل ما سبق وبقبل حلقات حكيت انه لازم نخصص له لهالولد اوقات معينه بالنهار نسمع له على القليله ربع ساعه من وقتنا، فنحن بس نسمع له من وقتنا بنكون عم نساعده ليفض الطاقه مش يفضيها على فترات او على مراحل معينه بالنهار. لكن بنكفي بالعامل الثاني.
نعم، وبس نحن كمان نعمل له مقارنة سلبية، كمان أنا بس أعمل له مقارنة سلبية مع إخواته مع أصحابه، كمان هذا الشيء بيأذيه، لأنه نحن كل ولد، هو كل ولد عنده شيء بيميزه عن الآخرين. وكمان في نقطة كمان بحب أحكيها، لما أنا كمان الأهل بيتصرفوا هي شوي أوقات غلط، أنا بنظري بلاقيها، لما أنا أقول له إنه أنت الأفضل، انت الافضل، بدي اكون واضحه كيف انت الافضل، يعني بدي يتعلم انه انا لست افضل من غيري، بس انا افضل مما كنت سابقا، لانه انا بس علمه انه انت الافضل بكون عم علي له الايجو بنفسه، يعني شعور الانا، وبعدين بصير اي شيء بيواجه رح يسبب له احباط. لكن ما لازم اعزز فيه فكره دايما انت الافضل، انت الالذ، انت الاشطر، انت الاحلى، انت ما في منك. وبذات الوقت ما بدي اعمل مقارنه بينه وبين خيه، انه خيك شاطر انت مش شاطر، او انت كثير شاطر خيك ما بيسوى شيء. هول الشغلتين بيدمرون. نحن عم نشوف الصور تباعا كمان كريستينا، اذا نعم، بتحبي تتابعي. انا هلا بعد شوي اكيد هول الصور لهم علاقه بالاكتيفيتي. انا كمان بتذكر المشاهدين انه انا عندي صفحه تربويه على الفيسبوك نعم، اسمها نحو نمو تربوي ومدرسي افضل. هول اللي عم نشوفهم قدامنا هول مثل اكتيفيتي فيهم الاهل يستعينوا فيهم، وانا بالاخر محضره قصص، يعني بطريقه العاب، بطريقه هول اللي عم نشوفهم حينزلوا على الصفحه مثل اقوال فينا نقول لهم اياها للطفل لندعمه، سوري لندعمه. نعم. إذا بنكفي كمان قلنا ما لازم نعزز فيه فكرة الأفضل، ما لازم نعمل مقارنة، شو كمان؟ ولما يكون الاهل عندهم مثاليه زايده بحياتهم، يعني هن كمان الاهل بتحسيهم على بيرفكسيون، حتى هن بدهم كل شيء بحياتهم، وبنلاحظ بيعطون مهام للاطفال، طب الاطفال ما في اوقات احيانا يقدوها مثل ما هن بدهم، فبصير في انتقاد، فكثره كمان الانتقاد للطفل انه ينجز قصص ما عم يقدر مثل ما بدهم الاهل، كمان هيدا الشيء بحد له من ثقته بنفسه. نعم، لكن بعدنا بالعوامل المباشرة، شو نعم كمان بتربيتنا بنقترف أخطاء تجاه الولد؟ نعم وبعد اخر عامل لما نكبر اخطاء الولد، يعني الولد عمل خطأ، انا هالخطأ اللي عمله هذا الطفل، طب انا ليه بدي اقعد اعظم له اياه؟ بعطيه بطريقة واضحة الجملة اللي بدي اقولها بطريقة واضحة بلا ما كتير عظم له الخطأ. واخر نقطة وكتير مهمة، لما انا يعني حتى لانه هلا نحن بعصر التكنولوجيا، لما اوقات الولد كمان بيصير عنده احباط مش سببه الاهل، كون سببه اوقات قصص ما عم يقدر هو يحلها مثل العاب الكترونيه، مثلا في جيم هو عم يلعبها ما عم يقدر يتغلب عليها اول مره، ثاني مره، ثالث مره، بنحسه معصب ما بنعرف ليه. فاوقات بكون هو ما عم يقدر يربح بهالجيم، انا كدوري كاهل قد ايه نحن لازم نكون قريبين بحي وننخرط بحياه اطفالنا، قد ايه نحن لازم ننخرط بحياه اطفالنا حتى نشوف الجيم اللي عم يلعبها، فانا بيجي بطريقتي فيي بين له الخطا اللي هو عمله واقدر انا ساعده، مش مية اعمل له بالمية. لكن ما لازم اعظم له الخطا، لازم شاركه بالعابه، ما لازم اعزز له فكره انت الافضل، انت المميز اكثر، انت، وما لازم اعمل مقارنه بينه وبين اخواته بالبيت، هو اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار لما يطلع الولد ما عنده ثقه بالنفس. طيب، هو أكيد. الامور المباشره كريستينا يلي نحن بنمارسها مع اولادنا دون علم منا، لانه اكيد لو نحن بنعرف شو ممكن يصير او كيف بدنا ناثر على الولد ما بنعمله بهالطريقه، هيدي الطريقه المباشره، في اسباب غير مباشره كمان قد تؤثر سلبا على الطفل بالنسبة لثقته بنفسه. في اسباب غير مباشره كمان، كمان بس نسيت كمان دي في شغله، نحن هلا عم اطفالنا عم تتعلم على صعيد اونلاين، بنلاحظ دائما الاهل بضل وجودهم حدهم حتى باعمار صغيره، يعني نحن كمان شوي لازم نعطيهم هالسبيس، لانه هول انا بعتبرهم اسباب غير مباشره الاهل ما بيدركوها، انه انا دائما لازم ضل حده لانه انا عم بعمل واجباتي كاهل، طب انا كيف بدي اعلمه يكون عنده ثقه بنفسه لما انا بدي ضل حده كل الوقت، وانا قل له وانا جاوب عنه، مثلا بلاحظ حتى الاهل انه بيكون عندهم اوقات مثلا عندهم اكزامات اونلاين، بلاحظ العلامات كلها عند الاطفال عاليه، لانه المفهوم نحن عندنا مفهوم انه دائما ما نكون مثاليه، دائما ابني بده يكون الافضل، وكمان عندنا اسباب كمان غير مباشره، لما انا جاوب عن ابني، لما انا ما خلي انه هو يكون شخصيته قويه يقدر يواجه، يقدر يجاوب،
دائما انا بعزم له الامور براسه. وفي اسباب، يعني في اسباب كمان اوقات بتكون جينيه، بيكون حسب الاهل، بيكونوا هن دجاج خلقانين ما عندهم ثقه كثير زايده بنفسهم. هلا في دراسات بتقول انه اوقات الثقه بالنفس هي اوقات لها علاقه بالجان، بس اكيد انا ما كثير بعطيها اهميه لهيدي الثقه، لانه نحن سلوكنا دائما بيتغير، نحن دائما نحو تجدد. يعني انا يمكن اليوم ما عندي ثقه بنفسي، انا يمكن بعد جمعه يصير عندي ثقه بنفسي، نحن وحتى ابنائنا. نعم. طيب كريستينا، السؤال البديهي اللي يطرح بهذا الموضوع، شو الطرق؟ كيف فينا نتابع؟ كيف فينا نعالج؟ يعني مش كلنا عاملين بسيكولوج بالبيت، او مش كلنا قادرين فعلا نفهم الامور، لانه كمان في شغله كثير اساسيه، انه ولدك بيكبر وبتكبر الازمه معه بين هلالين اذا كان في ازمه، دون علم منك، وهيدي مشكله اضافيه، لان انت لو بتعرفي بتصلحي، بس حتى انت مش عارفه انه هو اللي عم تعمليهم ممكن يسببوا هيدا الخرق بشخصيته. كيف بدنا نعالج؟ شو طرق المعالجه؟ هل السن هون بيلعب دور، سن الطفل؟ اول شيء بدي اقول مثل ما قلت من قبل، انه ما لازم دائما نحسس انه هو افضل من غيره، بس هو افضل بالنسبه مما كان من قبل، يعني كيف كان من قبل هو عم يتطور. تاني نقطة بدي احكي عنها، حتى كمان ليه نحن مثلا بنشوف الموهبة عند ابنائنا، في مواهب عندهم، ليه نحن ما بننمي له اياها بالمنزل؟ مثلا شاطر بالرسم، ليه نحن ما بنشجعه على الرسم؟ بنجيب له ادوات خاصة. يعني في قصص نحن فينا نعزز له الثقة بنفسه. في كمان انا بدي احكي شوي عن قصص انا عملتها محاضرتها. في انا عامله ملف، نحن هلا مثل ما عم نشوف في اونلاين، وما عم يقدر كثير الولد يتواصل مع اساتذته بالمدرسه، بس عم يبعث لهم عبر الواتساب او عبر حيالها شي صور. انا عامله مثل ملف صغير فينا نعمل لهم اياه للاطفال، ونحط له بقلبه، اكيد نطلب منه هو يزينه، ونحط له بقلبه كل شيء عمله، رسماته، قصص معينه هو حابب يحطها، فهيدا من الامور اللي بتعزز له ثقته بنفسه. وكمان في شيء نحن وياه فينا نعمله، يعني قصص من المنزل واحد في حضرها فينا بهالشكل. انا كمان منزله، بدي انزل على صفحتي التربويه القصص، الكلمات الحلوه، مثلا فينا نقول انه هو بده ينقي يو ار فانتاستيك، يو ار بيرفكت جاست از يو ار، يو ار سو امبورتنت تو مي، يعني قصص فيه الاهل اوقات عن جد قد ايه هلا نحن بحاجه لقصص بسيطه نلجأ لها بحياتنا، وقد ايه لها مفعول تاثير بحياتهم. كمان محضره شيء، كمان فينا نعمل لهم مثل كوران ونكتب له الصفات الاساسيه، ثلاث صفات هو بنحب نحن بنلاقيها فيه. اكيد ما بنلاقي له صفات مثلا بنقول له انت تنقول بتكتب حلو، بيكون هو عنده مشكله بالكتابه، يعني ما فينا كمان نعظم الامور وهو ما يكون عنده اياها لهيدي الصفه. وفي شيء كمان حلو، وانا صراحه جربته امبارح مع اهلي، مربين عندنا موجود زينته سمايلي وحطيت بقلبه قصص مهضوم كثير. انا جربته مع اهلي وحطيت بقلبه قصص، فينا نفتح كمان. شو حلو، حبت شغلي انا، حاول مره اخرى. قد ايه حلو بقلب المرتين، مش دائما يكون قصص حلوه، انه دائما تنعلمه انه يكون في تجربه ثانيه بالحياه. في غير كمان قصص، كلمات حلوة مثلا I'm beautiful، حتى I'm smart، I'm strong، يعني كل هيك القصص الحلوة قد ايه الكلمات بيعززوا الثقة بالنفس عند الأطفال، وقد ايه بيتركوا أثر بحياتهم. وكمان في طريقة فينا كمان نعملها، إنه من خلال الاختبارات السريعة، مثلا معلوماتهم، كل شيء له علاقة مثلا بالدرس، خارج عن الدرس، وبذات الوقت بنحط الولد تحت ضغط إنه السرعة، هيك بعدين هو بيصير بعدين يقدر يختار مستقبليا بدقة وبطريقة أسرع. يعني قد الواحد بده يكون دقيق مع الولد، يعني هلا انت عم بتعلمينا انه كلمه او يمكن سمايل او ما بعرف شو ليك قد ايه بتاثر فيه ايجابا، في حين انه نحن هيدي الامور يمكن بنعتبرها من الثانويات، انه انا بفتكر يعني ما بيجي على راسنا انه ايه نعمل هيك، نحط له ورق لابننا او بنتنا سحب، ما بتجي الفكره على راسنا، وهي قد ايه حلوه وقد ايه بتاثر فيه ايجابا.
لأنه سحر للأسف. يا ريت فينا نرجع لأيام قبل، لنرجع لأيام قبل، أيام الحياة بسيطة. الأهل هلأ بيرضوا مش عارفين كيف يرضوا أولادهم. نحن بنعرف هلأ الوضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه بلدنا، يعني بتحس إنه لازم الأهل بيعبروا عن محبتهم للطفل إنه يشتروا لهم شيء، ومع إنه هذا الشيء عم نخليه إنه الولد يكون طفل طميع لبعدين. يعني انا عدت اهالي بيسالوني بنجيب لهم بنعمل لهم، بضل بدهم. قد ايه نحن فينا نلجا لامور بسيطه. وكمان سحر بدي زيد كمان شغله، اكتيفيتي اوقات كمان فينا نمرق لهم معلومات بطريقه لعب. مثلا فينا نعمل لهم لعب بكلمات سحريه، ما بعرف قد ايه فيكم تشوفوا. مثلا كلام صباح الخير، اوقات الولد مثلا بيوعى، بدل ما نقول له انه قول بونجور لما توعى بطريقه، لا، ما نحن فينا نلعب معهم بطريقه لعبه، فينا ما ضروري بالعربي، يعني هيك قصص نخليه هو يختار قصص حلوه، كلمات حلوه نحن بنحب نسمعها. صباح الخير، الى اللقاء، يعني قصص انا عملتهم بالفصحى، بس فينا نحن نعملهم بحيالله لغه. بالدارج أكيد. شو بعد هيك فينا نستعمل طرق مع اكيد الولد اكيد كريستينا نعزز له ثقته بنفسه، بس بطريقه غير مباشره؟ لأقول لك ليه، لانه في كتار من البسيكولوج بيقولوا، هلا ما بعرف اذا بتوافقيني الراي، طبعا بتصلحي لي، انه الطريقه الغير مباشره قد تفيد اكثر مع الولد، وخاصه اذا كان بسن صغير نسبيا. الى اي حد هذه المقوله صحيحه؟ واذا صحيحه، كيف فينا نحن هيك بالاساليب الغير مباشره نتغلغل بشخصيته، ننمي له الثقه بالذات وبالنفس، ونقول له انك انت انسان يعني قادر تعطي بكل المجالات بالمستقبل؟ سحر، هيدي النقطة كتير مهمة. أول شيء أنا بوافقك وما بوافقك، بوافقك معها أكيد في طرق مباشرة، وفي طرق مباشرة مثل ما أنا ذكرت، يعني أشياء ملموسة، خصوصا الولد بحاجة بعمر صغير إنه يشوفها إنه يحس فيها. وفي طرق غير مباشرة كمان مهمة، بدي بلش بالطرق غير المباشرة. الطرق المباشرة هي مهمة أوقات لسبب إنه بذات الوقت الأهل كمان بيعززوا ثقتهم بنفسهم، يعني هن عم بيعززوا الثقه بنفس الاطفال، كونوا عم يعملوا بروجيكسيون على حالهم كمان، مثل ما بنسميه نحن افيت تيوتر. يعني مثلا اعطي اكزامبل عنا شوي خارج عن الموضوع، يعني بنحس ولد بيكون ضعيف عنده مشكله بالحفظ، اوكي، نحن شو بنتبع؟ مثلا انا بخلي هالولد انه يسمع، يعمل حاله انه هو الاستاذ بالنسبه لولد ثاني شاطر، والاخر بصير يسمع له، بصير هو يحفظ الامور. كمان نحن الاهل هيك كمان، بس انا عزز الثقه لطفلي، انا بكون عززتها بنفسي. قد ايه اهميه انه نكون نحن نعتذر من طفلنا كاهل؟ يعني عاده الاهل ما بحبوا يكسروا انه الاهل ما لازم يعتذروا، لا، انا بس اخطئ، لازم اقول له انا بعتذر منك. صحيح صحيح، ومش غلط. يعني ليه نحن بنربى على فكره انه غلط انا اقول سوري؟ يعني أنا كرامتي بتصير بالأرض، أنا لا. لازم ابني أو بنتي دايما ضل مسيطر عليهم وما أقول لهم سوري، أنا ما بخطئ قدامهم. بتعرفي ليه بخافوا الأهل؟ بخافوا للولاد ياخذوا عنهم فكرة أنه هن غلطانين، وما يعودوا المثل الأعلى لأولادهم. مزبوط سحر، مزبوط، لأنه دايما نحن عندنا بحياتنا، وين المشكلة؟ يعني عنا دايما هذا المعتقد، طب كل شخص بيخطئ، كل شخص، صح، مثلا حتى بننميله بفكرة انه بنقول طب ما ابني خجول، لا، نحن سلوكه ممكن يتغير، طباعه بتتغير، نحن اذا اشتغلنا على نفسنا ممكن نتغير، ممكن نصير مثل ما نحن بدنا. كل حدا منا مميز، بس في ناس بعد ما لقوا القصص اللي بتميزهم عن غيرهم. 100%. إذا بدنا نتابع بالنقاط كريستينا، كنا وصلنا لقصة إنه نلعب مع الولد، نعزز له ثقته بذاته، في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة، ولربما الطرق المباشرة كمان بتعزز الثقة بالنفس عند الأهل. شو الطرق الغير مباشرة يلي أنا فيي استعملها كأم، خاصة لما بيكون الطفل بعمر صغير نسبياً وبتأثر فيه وما بياخذها مثل كانه امر او تسلط؟ لان انت بتعرفي كمان انه بعمر صغير يمكن الولد ياخذها انه ايه تسلط، انه اهلي متسلطين علي. طبعا ما بيقدر يعبر، بس انه هيدا بيكون مفهومه للامور. كيف انا بقدر جيبه صوبي وصلح له بدون ما يحس اني متسلطه؟ اول شغله كيف انا اجيبه لالي، مجرد ما هو صغير بدي اعوده على شيء معين، انه هو اول شيء كيفيه الاختيار. نعم. الطفل هو لازم يختار. مثلا ابسط امر، قلت له سله فواكه، هو بده يختار شو بده، مش انا كأم بدي افرض عليه.
يعني في قصص مش دائما انا بدي افرض عليه، وفي قصص في مرق المساج بطريقه انديركت، بس انا بكون عم عزز له قصص، انا عم بعطيه خيارات لقدر بعدين تما يفكر انه دائما الام عم بتكون متسلطه، دائما الماما بدها تعطيني قصص انا اعملها وانا ما بدي. يعني بس عندنا اياها كثير بمجتمعنا على فكره كريستينا، يعني مثلا اذا حدا ضيف اولادنا فروي بصير له مامي خذ البنان كثير طيبه ليك ذوق، بصير انت تقولي له هو شو بده ياخذ. طيب ليه ما بنتركه على سجيته هو يختار شو بده؟ صح. حتى مثلا البريكفاست، سوري البريكفاست الصبح، فينا نحن كمان نخلي انه هو ينقي، هو يختار شو بده، مش انا اجبره بترويقه محدده او بترويقه معينه. كريستينا، استعمال الكلام النابي الكبير قدامه قد ايه بيهبط هالثقه بالذات وبالنفس؟ يعني انا لما بقول له اصلا ما بتطلع مني الكلمه، يعني بس انه بس اقول له مثلا انت خليني اقول راسك فاضي احلى ما اقول كلمه تانية، انت ما بيطلع منك شيء، ما انت مثلا فاشل مثل بيك، يعني هول كلمات كبيره نحن بنستعملهم، هول قد ايه بياثروا فيه بنهايه لقائنا سريعا لو سمحتي؟ هول اكثر قصص بتاثر بالطفل، مثل ما قلنا ومثل ما شفت قد ايه نحن اهميه نعمل اكتيفيتي، قد ايه انا اهميه ابعد. يعني انا الاهل، بتعرفي الاهل ليه بيقولوا هيك؟ لانه بيكون حتى العلاقه بين الكوبل منا ناجحه، العلاقه مبنيه على عدم الثقه، العلاقه مبنيه على قد ما فينا نكسر بالاخر، نهد لنبين انه نحن اهم من الاخر، وهذا الشيء خاطئ. يعني انا هيدي اللعبه اللي لعبتها طبقتها امبارح مع اهلي، يعني قد ايه انبسطوا، قد ايه حتى بين الكوبل بحاجه كمان لتكون حياتهم بسيطه ليقدر يعكسوها على التربيه مع اطفالهم. 100%. كريستينا حموش، اختصاصيه بعلم النفس المدرسي والارشاد التربوي، كنت عم ببرم على الارشاد التربوي لقيتها. كريستينا انا بدي اشكرك على كل المعطيات، موضوع جدا مهم، لازم نراقب اولادنا من نعومه اصفارهم لما نندم بعدين، وبعض التصرفات يلي نحن فينا نلجمها بحالنا نحاول نلجمها لنربح طفل صحي. شكرا لك كثير كريستينا، اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم يومنا الجديد، وما تروحوا لبعيد لانه بعد في بعض المواضيع. الى البريك.